فكذلك الخوارج، أينما وجدت يا مسلم فرقة من الفرق تحمل هذه الأصول السبعة أو تحمل أغلب هذه الأصول السبعة فإنها فرقة من فرق كلاب النار، وإن تدثرت بدثار السنة وذرفت الدموع على آلام الأمة. الأصل الأول بغضهم للعلماء وتكفيرهم للعلماء والتقرب إلى الله تعالى بذبحهم. يقول أبو محمد المقدسي، وهو المنظر الأول أو الثاني لهذا الفكر، قبل أن أذكر أقوال القوم، لا بد أن نعرف هؤلاء الذين نذكرهم العلماء الذين يقولون بهذه الأصول. علماء من؟ سئل الظواهري، والمقابلة موجودة في الشبكة العنكبوتية، مقابلة مع شبكة سحاب، من علماءكم؟ قال أبو محمد المقدسي: البحر الزخار علم من أعلام الدعوة. هذا العلم من أعلام الدعوة يقول بالأصل الأول من أصول الخوارج. والعالم عندنا إذا بايع الطاغوت وأعطاه صفقة يده ودار معه في الفتوى فهو كافر مرتد، حلال الدم والمال. وليست الجبة ولا السبحة من موانع التكفير عندنا. قال ذلك في رسالته: هذه عقيدتنا، أي لا مجال للخطأ وزلة اللسان. لما يقول لك الرجل هذه عقيدتي، لا مجال. ويقول فارس الزهراني، وهو أحد منظري هذا الفكر، وكان يكتب بالشبكة باسم أبي جندل الأزدي، وهو صاحب كتاب قاهر الزمان، ألف كتابا عن ابن لادن قرابة 1000 صفحة، وموجود هذا الكتاب. تقرب إلى الله هذا الشقي الخارجي بذبح ابن باز وابن عثيمين في حال حياته، فقال في سنة 1417 في رسالة: ما أريكم إلا ما أرى. قال: إن نهاية هذه الدولة قد اقتربت، فمن كان منكم شانقا فليحد شفرته، ولنبدأ بهيئة كبار العملاء، ولنبدأ بهيئة كبار العملاء. إذن هذا الأصل الأول عند علماء القاعدة، لأن إذا اقتنعت أن تنظيم ابن لادن والظواهري هو الوعاء الذي خرج منه داعش، سهل عليك أن تقول أن داعش هي فرقة من فرق الخوارج. أما تكفيرهم للحاكم المسلم فهذا لا شك فيه، فإن علماء هذا التنظيم من أوله إلى آخره فإنهم يكفرون الحكام جميعا على بكرة أبيهم. الأصل الثالث تكفيرهم عامة أهل القبلة. يقول أبو محمد المقدسي: هذا البحر الزخار عند الظواهري. يقول: والعبرة عندنا ليست بلبس زي رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، العبرة عندنا كل من يوالي هؤلاء الحكام وينصرهم حتى بلسانه، حتى الفراش وإمام المسجد. قال ذلك في كتابه ثمرات الجهاد في موقع أبي محمد المقدسي: إذا كفر رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وإمة المساجد والفراش، إذا كفر هؤلاء جميعا، من بقي من أهل الإسلام؟ ويقول سيد فضل، وكان يكتب باسم عبد القادر عبد العزيز، ولما ألف كتابه الجامع العمدة في إعداد العدة، قال تنظيم القاعدة: ترقبوا صدور الموسوعة السلفية للعالم المرابط مفتي المجاهدين عبد القادر عبد العزيز، وهو سيد فضل. اسمع إلى العالم المرابط أستاذ المجاهدين عند الظواهري وبن لادن، يقول أن قضاة العالم الإسلامي كلهم كفار، ويقول أيضا أن رجال الجيش والشرطة كفار، والذي يدافع عن الحكام باللسان كالصحفيين والإعلاميين والعلماء كفار، ويقول أيضا أن أعضاء البرلمانات كلهم كفار، لكن الداهية الكبرى أين؟ قال: وكل من ينتخب أعضاء هؤلاء البرلمانات هؤلاء كفار. وهذا الرجل أبدأ تراجعا، وقد قلت في إحدى كتبي أنه كذاب أشر، وهو خارجي جلد في تأصيلاته، وخارجي جلد حتى في تراجعاته، وبعد خروجه من السجن تراجع عن تراجعه. ففي مقابلة له مع العربية وموجودة على الشبكة من أراد الرجوع إليها، لما تكلم عن العملية الانتخابية في مقابلة مع قناة العربية، قال مرسي كافر حاكم مصر السابق، قال له هذا رجل مسلم، قال: ليس مرسي كفر، بل كل من انتخب مرسي كافر. قال له المذيع بفطرة الموحد العامي: 6 مليون يا شيخ الذين انتخبوا مرسي. قال: والله الأرقام لا تخيفنا، والله لو أن الذي انتخب مرسي 100 مليون لكفروا كلهم جميعا. وهذه موجودة صوت وصورة. هذا العالم المرابط صاحب الموسوعة السلفية عند الظواهري وابن لادن. إذن هذا الأصل الثالث ذكرنا لكم تكفيرا. وصفهم ديار الإسلام أنها دار كفر وحرب وردة. يقول أبو محمد المقدسي في كتابه ثمرات الجهاد في الصفحة 17: ديار الإسلام كلها دار كفر، ولا أستثني حتى مكة والمدينة. والله لقد تغلب الخوارج الأحفاد على الأجداد، فقد تتبعت أقوال المتقدمين من الخوارج من نص على أن مكة والمدينة دار كفر فلم أجد. أما خوارج عصرنا فهذا أبو محمد المقدسي يقول: ديار الإسلام
كلها دار كفر، ولا استثني حتى مكة والمدينة، وهي قولا واحدا وجدتها عند أكثر من 13 رسالة، منهم أبو يحيى الليبي، ومنهم فارس الزهراني، ومنهم الظواهري، ومنهم سيد فضل، ومنهم أبو محمد المقدسي، ومنهم الرشودي عبد الله الرشودي وغيرهم، كلهم قولا واحدا. إذن أنتم تذهبون إلى دار كفر عندما تذهبون تعتمرون إلى مكة، والذهاب إلى المدينة أنتم تقيمون في دار كفر وليس في دار إسلام. أما استباحة القتل، استباحة دماء أهل القبلة، فإن الشقي الخارجي أبو قتادة أصدر فتوى موجودة، وهذه الفتوى بجواز قتل نساء وذرار أهل القبلة بالجزائر، وإلى الآن ما زال يدافع عنها ويتأول لها، فضلا عن إباحتهم قتل رجال الجيش والشرطة. وفارس الزهراني ألف رسالة الآيات والأحاديث الغزيرة بكفر قوات درع الجزيرة، كفر 20,000 موحد من أهل الخليج لأنهم ينتمون إلى الجيش. وهذا المقدسي قد نقلنا أقواله، يقول العبرة ليست بلبس الزي رجال الجيش والشرطة، العبرة عندنا أن الكفر كل من يوالي هؤلاء الحكام. تقديم قتال المجتمعات الإسلامية، وهذا قولا واحدا، وقد وجدت عند 17 منظرا من منظري خوارج العصر، وأولهم الظواهري، يقول الظواهري ونقدم قتال المجتمعات الإسلامية على المجتمعات الكافرة لثلاثة أسباب، ثم بعد ذلك ساق هذه الأسباب الثلاثة. أبو قتادة قال عنه الظواهري هو العالم الثالث، العالم المفتي صاحب العلم والتصانيف الغزيرة أبو قتادة الفلسطيني. إذن هذه 7 أصول ذكرناها لكم أصلا، وهي وجدت عند القوم حذو القذة بالقذة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.